بجد التحقيق ليك من جديد كابتن ايمن شوقي، كل نجوم الاستوديو التحليلي، كل جمهور النادي الاهلي، مبروك، فوز مهم جدا الحقيقه. وزي ما بنقول اما بيكون عندك مباراه صعبه في البدايه ومباراه تيجي بعديها محتاجه تركيز كبير، لكن انا معايا الحقيقه واحد من النجوم صاحب الشخصيات المحترمه جدا والهدوء والتركيز الكبير، ربنا بيكرمه عشان كده هو مجتهد والكل بيحبه، علي لطفي. يعني ببارك لك علي في البدايه وبرحب بيك ورمضان كريم عليك، بتجتهد بشكل كبير، ربنا سبحانه وتعالى بيوفق. مين موجود مين مش موجود كلها طبعا بتترك ربنا سبحانه وتعالى وقرار المدير الفني. مبروك النهارده على ادائك وعلى اداء لعيبه النادي الاهلي. طبعا الحمد لله بحمد ربنا طبعا على الثلاثة بونت بتوع النهارده بيقربونا للدوري. احنا الحمد لله كل التيم جاهز، كل لعيب جاهز ان هو يأدي، جهاز يحتاجه في اي وقت هو جاهز، بيتمرن كويس بيشتغل كويس، فالحمد لله شغالين بشكل كويس وان شاء الله اللي جاي احسن ونقدر نخلص الدوري بدري ان شاء الله. العلاقه الطيبه بين الجميع، ما بشوف الجمهور وهو بينادي على شوبير وعلى حمزه وعلى علي، على علي تحديدا بتاثير عليك بيبقى ازاي؟ لان انت عارف انت بتلعب عشان جمهور النادي الاهلي، وجمهور النادي الاهلي قيمته كبيره جدا، وشفنا الاداء الكبير والحماس الكبير جدا في مباراه الهلال، ايه اللي ممكن يقوله علي لجمهور النادي الاهلي؟ طبعا جمهور النادي الاهلي طول عمرنا بنتكلم ان جمهوره هو رقم واحد بالنسبه لنا، هو اللاعب رقم واحد، يعني زي ما شفنا في ماتش الهلال كان بيساندنا بشكل كبير جدا والجمهور كان مايل الاستاد، بقى لنا فتره ما بنلعبش في الاجواء ديت وبتمنى طبعا ان احنا نلعب في الاجواء دي على طول والجمهور يحضر بالشكل دوت، فهو بيدينا دفعه جامده جدا في الماتشات، فطبعا بشكر جمهور النادي الاهلي وان شاء الله بدعمهم الفتره اللي جايه اكتر هنقدر نحقق كل البطولات احنا شغالين فيها. انا عارف انت بتجمعك علاقه اكتر من رايي الحقيقه مع الشناوي ومع الكل، لكن الشناوي قال لك ايه واكيد شجعك وحفزك وكلمك، لان انا عارف ان بره الملعب وجوه الملعب انتوا علاقتكم كبيره جدا. لا طبعا الشناوي اخ بالنسبه لي، هو وشوبير وحمزه، فاحنا بنتعامل مع بعض كرجل واحد، اي حد بيلعب بنبقى وراه وبنسانده وبنتكلم مع بعض دايما. الشناوي اكيد طبعا قعدنا مع بعض واتكلمنا وطبعا اتمنى له التوفيق وقعدنا نتكلم في الماتش والمحله بتلعب ازاي ونقاط القوه عندهم ازاي، فاحنا طبعا احنا اخوات في الاول وفي الاخر، بس اي حد بيلعب ده بيلعب باسم النادي الاهلي بنقف في داره وبنتمنى له الخير ويبقى كويس ان شاء الله. قفلنا الصفحه بيراميدز، مباراه النهائي مباراه مهمه جدا، ولسه بقى عندنا كمان الحلم الافريقي، خلاص احنا عرفنا ان احنا نوجه الرجاء، لكن ابدا معاك الخطوه الاولى نهائي كاس مصر كيف يرى علي لطفي مع الحضور الجماهيري اللي منتظرينه ان شاء الله يعني. طبعا احنا بقى لنا فتره كاس مصر بعيد عنا، لا احنا مركزين، هنركز ان شاء الله من بكره، النهارده خلاص فان شاء الله هنركز من بكره للماتش، فان شاء الله بنوعد جمهور النادي الاهلي ان الكاس ان شاء الله هتبقى في الجزيره باذن الله. حبيبي حبيبك يا ربنا يخليك.